حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاياته. الإرادة تصنع المستحيل. عادة الإرادة تكون بفطرة الإنسان. شوف، واحد إرادته قوية، واحد إرادته أقوى، واحد إرادته ضعيفة، لكن ما تموت الإرادة، ما تموت. مثل ما الإنسان بلحظة معينة، المدمن بلحظة معينة يخطأ خطأ صغير ويتعاطى مرة واحدة وبعدين يستلم الطريق، أكو معادلة، كل ما يتعاطى أكثر كل ما تقل إرادته بالشفاء، كل ما يتعاطى أكثر كل ما تقل إرادته بالشفاء. لذلك اللي يقرر بلحظة معينة يجي وبإرادته الكاملة يتعالج، هذا شخص جدا قوي، لأنه حاول قدر الإمكان يستنهض هاي الإرادة ويرفعها إلى مستوى تكون أعلى من مستوى الكريستال ويقرر يجي يتعالج. هاي اللحظة اللي خطأ بيها هي نفسها أكو لحظة بصحوة الضمير، إنه يقول تعبت، بلحظة إرادته صارت قوية، وبالتالي لما تقوى الإرادة يوقف على أخطائه، ومن يوقف على أخطائه يبدي بعلاجها، ومتى ما مدى الإنسان بعلاج أخطائه إذن هو استلم الطريق الصحيح، الطريق المستقيم، وبدأ حياته من جديد. خلينا نشوف حلقتنا هذا اليوم ويا ضيف من البصرة. اهلا وسهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج حكاياتهم. هذه المره ضيفنا من البصره الفيحاء كرار علي ماضي. نعم، حياك الله. اهلا وسهلا حبيبي، الله يحيي اصلك. طيب، ربي يحفظك. حياك الله. الله يحييك. كرار من البصره، من وين؟ انا من حي الحسين. من حي الحسين؟ نعم. الحيانيه؟ لو نعم، الحيانيه. حيانيه. أي. حياك الله. الله يحييك يا طيب. يا مواليد حبيبي. انا 1994. 94. نعم، يا رب طولت العمر. اي، طول خاطرك يا طيب. حبيبي. متزوج كرار؟ متزوج وعندي 2 أطفال. الله يخليهم. الله يخليك. شقد اعمارهم؟ واحد 3 سنوات تقريبا راح يصير. زين. واحد تقريبا اقل السنه. كبير 3 سنوات ولد؟ اي ولد، نورس وعباس. نورس بنيه كبير؟ نورس لا ولد. نورس ولد؟ اي، هم اسم ولد. هو اسم ولد واسم بنيه. حلو. اسم اشتراك يعني. حلو، ابو نورس. نعم، استاذنا رحمه الله. ليش سميت نورس؟ ايش عجب؟ والله نورس شيء طاير يعني، وطاير بفرحته انا يعني. اي والله الحمد لله. اي والله. بس هذا السبب يعني؟ اي والله. يعني ماكو سبب ثاني؟ لا والله، بس يعني هدايه من رب العالمين. الحمد لله. شكرا ربنا. ايش تشتغل حبيبي كرار؟ انا يعني موظف واشتغل خلفه مال معجنات. خلفه مال معجنات؟ نعم. كيك وما كيك وكذا؟ اي يعني بساكيت، خباز، ما صمون. حلو. اي نعم. هو العمل بالمعجنات في شيء يعني بيفن شوية أعتقد. إيه يعني مثل الرسم يعني. بالضبط. إيه نفس الشيء. بالضبط مثل الرسم. يعني بيفن. خيال يعني. خيال يعني. عافية، بيفن وبي. يعني أفكار تطرح. حلو. أفكار يعني. أفكار. إيه يعني إيش. حلو. نعم. بتشتغل على هذا الجانب أنت يعني، تطلع أفكار من عندك هواية بالقوالب لو لا؟ يعني تحديثات يعني إن شاء الله. تحديثات. إيه إيه إن شاء الله. زين. من زمان بالبصرة أنت؟ إحنا ولادتنا بصرة. ولادتك. ولادة والدي بصرة. زين، ايش عجب هنا جيت للمستشفى ببغداد يعني؟ اكو بالبصره مستشفى الفيحاء بها قسم. ونعم من الشيخ كاظم. نعم. امسال عنها بخوش مكان. نعم. الشيخ كاظم يقول لك اشتري الزين لو كان غالي. اشتري الزين لو كان غالي. اي، فيعني هنا افضل. هنا شويه افضل يعني. شلون شفت هنا افضل؟ شلون عرفت؟ افضل من ناحيه الاداريه يعني، يعني من دكاتره، من نعم، علاج، من يعني وجبات طعام، خدمات كلها مقدمه. تمام، خدمات نعمه من الله. من جانب يعني من كل الاحوال احسن. شلون يعني؟ قصدي شلون عرفت هنا افضل؟ ايش مدري يعني؟ من خلال برنامجكم مال حكايتنا. أه. وراسلك. أه. اخوي الكبير. اها. يضل يتراسل وياك و طلع علي الموضوع، قلت له ما بيها كل اشكال. وافقت؟ لا، وافقت رب موفق. ها. والله احنا من ايش وقت بدينا بالادمان؟ بالادمان بال 2021. يعني 3 سنوات. زي 3 سنوات تقريبا. بشنو بديت كرار؟ بديت بالماده الكريستال. بديت بالكريستال. بس بالكريستال لو اخذت وياها اشياء؟ لا، الكريستال ربما يعني تاخذ الحبوب اللي فاليوم، هو اللي متعرف عليه. فاليوم يعني على مود تنام. على مود تنام. اي يعني هذا الشيء. بس هم كنت تسهر؟ اسهر، بس اكثر شيء اذتني القطره انا. قطرات؟ اي نعم.
هسه راح نحكي على القطرات. نعم استاذ. خلينا نحكي على الكريستال المره الاولى. هذه المره الاولى وان شاء الله المره الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله هاي المره الاخيره ما دام انت هنا مركز القناه وانت جايب ارادتك وتقول انا جيت. الحمد لله والشكر. هذا في شيء مشجع جدا بالمناسبه. احنا اللي يجي بإرادته اكو ناس تيجي هنا هو طبعا ما يجي غصبا لان ما تستمر بس اي لا اكو ناس ما يجي غصبا بس يجي احراجا مثلا يجي الخاطر اهله الخاطر امه الخاطر ابوه اكو واحد لا هو بإرادته يجي هذا اللي بإرادته يجي الاستمرار بالغلط يعني ما نسبه شفاء تصير اعلى اي نعم فعلا تمام اول مره شلون بدينا شلون رحنا يعني لهذا الطريق شلون عرفنا يعني تعرفت على ولد وياي نعم صديق لي يعني نعم ما ادري طلع عقباله ايش بقوله ما اعرف شو نعم قلت له شنو هذا قال دخلنا نشوفه من عنده بس اي فانا شلون صار عندي حاله النزوه او فضول صار عندي اي فضول يعني بدي اعرف شنو هذا نعم شربته قام يعطيني مره مرتين اي بلاش انه برا المرتين مثل ما قلنا اول بدايه يعني شلون رغبه ما صيد فخ وبعدين نوب فلوس بفلوس يعني قمت له بفلوس يا الله بيش تشتري شي غرام تقريبا 25 ألف نعم ايش قد تدخن باليوم انت انا واحد يعني غرام واحد اي نعم فعلا شنو اللي صار عندك ورا ما اخذت خلل كلش قوي صار عندي احكي لي مثلا يعني شنو خلل قوي من ناحيه الاهتمام بالعائله ماكو لان هذا الشيء يحب الانفراد الانعزال الانعزال يعني عزله يعني نشوف لك شخص ما متعاطي نعم ما تقدر تقعد وياه تسولف هسه خاف يعيب عليك او ما ادري شنو لازم تختار المجموعه اللي يتعاطون يعني تعاطون مثل شخصيتك يعني قاعد عمود لا حد يعيب على الثاني لا تضعفان نعم. لا تتغير بالضبط تتهرب من هذه الاماكن يعني يعني عدت ويا اهلك ما تقدر تقعد نعم يعني اكلك عدت اكلك يصير انعزال تاكل غصبا عنك يعني انا عمود لا يبينون اهلك بان انت عندك شيء عندك شيء لو هاي نعم بس يبدي مرور الزمن يبدا الضعف ضعف البدن عندك الوجه يتغير ملامح نعم. الوجه تتغير الاهتمام لا اقول لك حتى بالنظافه مو ذاك الاهتمام بالضبط صح الاهتمام بالنظافه إيه. نقطه ثاروها اكثر من شخص يعني قالوا ما تهتم بشكل مظهر انا لا اجاملك نعم. لا يعني ما تهتم للمظهر لانه ما يعد ما يصير عندك شيء مهم انت تلتقي باشخاص يعني نعم. يعني خاف احكيها عيب علي يعني هي بس نعم. يعني اماكن وسخ يعني نعم اي نعم يعني ايش ما تسح من عندها الافضل هو بديت ويا هذا الولد نرجع نعم. سالفتنا احنا اي بديت ويا هذا الشخص نعم اعطيته اياه انه مره ثانيه خابره ما يفتح عليه خط والله ماكو هذا بس ولد عنده ويبيعه بفلوس اعترف هاي المرحله هي شيء طبعا يوم متله بفلوس الا بفلوس زين انا صار عندي خلل بالعائله نعم صرف الماده يعني حتى لو اكو عائله متعطيهم فلوس بس فلوس بدون اهتمام ما هم ما بيها فايده صح بدون فلوس بدون متابعه ماكو فايده طبعا العائله مو بس فلوس العائله يعني. تحتاج يعني شخص موجود مو الا ماده مرات معنويات أسرع. مرات معنويات شايف لك اشخاص مرات معنويات واقف ما تحسسها بالخلل صح لا من عائلتك لا زوجتك لا اطفالك صح. لا أو والدتك يعني مثلا او أخوك. والدك ووالدتك عايشين والدي متوفي لا رحمه الله الى رحمه الله والديك والدتي موجوده نعم الله يطول بعمره ان شاء الله من خير الله يطول عمرها يا حبيبي والدتك وياك بالبيت لو بس ايه انت وزوجتك والدتي وياك بالبيت وياك ايه نعم. عندك اخوان كرار عندي اخوي الكبير اكبر منك ان شاء الله يا اكبر منك نفس البيت نفس البيت نعم نفس البيت نعم هم حسوا بيك بالبدايه لا لو شو كنت حسوا بيك عرفوا والله حسوا بي لان انا زوجتي من النوع اللي متابع علي ما ترضى على الغلط حلو يعني تفتش وراي ما حسيت شيء جيد هذا يعني هسه لو تعطيها ملك الدنيا ما تخلي شيء بجيبي تاخذه تعطيه لاخوي الكبير. اها. اي اخوك الكبير ما يريد يخسر اكيد جيب البدايه ينصح ينصح حتى تقول له اي صار تدلل بس وين يدري هو مو تقول مثلا كحول او مو ياكل النهار لا نعم. تقول كحول ويبين عليك هيك راسه صح بس مو الزمن يبين بشكلك. يبدا يحاكيني يحكي وياي اقول له ان شاء الله صار تدلل بس الى عن مرحله يعني تعبتهم كلش. ايش قد كانت تسهر اذا ما تاخذ باليوم؟ ثلاثة ايام يومين جرة واحدة اي جرة واحدة باستمرار ما تفكر يعني انت بلحظتها انا بس اريد اعرف يعني هسه احنا كرار اللي قاعد قبالنا نعم جاي يحكي عن كرار اخر اي نعم 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 لا ذاك واحد ثاني يعني جرد من الشخصية ذيك بالضبط انا اريد احكي عن ذاك كرار نعم انت هسه تعرفه اكيد نعم تعرفه نعم نعم
وخلينا نقول معاشره معاصره تعرف اشياء. باللحظه اللي انت تسهر بيها او يسهر بيها كرار ما يفكر يجي ينام؟ لو مثلا يفكر بس ما يقدر تغمض عينك بس لا هو مره واحد يفكر بس ما يقدر تفكر تنام تغمض عينك انت نايم بس انت ظل قاعد هاي مغمض عينك لاربع ساعات خمس ساعات انت بس مغمض ما اكون نوم بس تقاعد اي بس تقاعد اي نعم هيك فعلا. فايش قد تاخذ باليوم حتى تنام؟ يعني اربع حبايات الى خمسه الى سته باليوم اي باليوم وتنام؟ اي انام. ايش قد تنام تقريبا؟ انام يومين هيك تقريبا. اه زين يومين تمام. احنا اليوم اصوات هوايه عندنا هنا اليوم بقاعة الجيم. نعم سجلنا حلقه كانوا الضيوف هنا يعني الشباب قاعة الجيم. الان الشباب بالبوفيه بالمطعم يعني جاي يتعشون. انت ما لحقت تتعشى يمكن اليوم؟ لا الحمد لله وشكرا على الله ان شاء الله اشوفكم كلش كافي. الله يسلمك. لا وعشاك اكيد مضموم يعني. لا ما حصلت لسد ما تروح. صار لك كم يوم هنا؟ انا لي تقريبا اليوم 13 يوم. 13 يوم؟ نعم. ايش قد كتبوا لك؟ 3 اسابيع؟ انا 21 يوم. اي 3 اسابيع 21 يوم. شلون فكرت يعني قصدي اخوك قال لك تعال هنا؟ والله يعني ما اصارحك بالموضوع يعني. اي وصلت والدتي رادت تشتكي علي. اه. جا شافتني اديت روحي كلش خطيه. يعني شكلي ضعف يعني لو شايفني قبل لا ادخل هنا. بس نعمة من الله يجوز حالي حال يعني ما ارد اقارن. لا حالك حالنا. يعني شوفني فشت شكلي وضعيتي طبعا طبعا يعني لا اكو دم بوجهك اكو بريق بعيونك. لا لو شايفني اول ما اجي تقول موميا. امصوص مصر ايش رايك؟ منتهي. زين. اي والله. فرادت تشتكي والدتك عليك؟ والدتي تشتكي علي قالت دبك سنه جوا. اي. على الاقل ترتاح هواي ما يطلع من جسمك. نعم. كملت هواي ووصلت دخول القاضي ورجليها وقفت انا قاعد بعد ما اقدر. خطيه. اجت نظره الصرخ بالغرفه. خطيه. زين هذا هسه لو بس المو انسان يعني ما يحس بهذا الشيء. صح. بس المو انسان يعني. صح. انسان يعني مو احيانا مو يعني شيء صعب. انسان مو بوعي يعني. ايه. انا يعني التقيت ويا احد الضيوف. صعب ابا عليه الصرخ. ضربت امي ثلاث مرات يعني. لا ما وصلت المرحله لا. نعم. بس انا ابا عليه الصرخ قدامه قاعد بغرفتي. نعم. وانا قاعد على الشربايه. زين والدتك والصرخ قدامه. نعم. زين مو هاي تاليتها يعني. لا صح تالية الربع مو هيك يعني. لا طبعا اكيد مو ما ننتظر لها كون تجازيها. صح. بلا ما تاخذ الزياره. جيد انت تمتلك هيك وعي حلو يعني. لا انا يعني انا هسه اللي يشوفني هسه يتعجب علي طبعا. طبعا من عمامي من اهلي طبعا يعني من فد انسان محبوب محبه كلش طبيعي. والله مبين محبوب. الله يرحم والديك يا طيب ربي يعزك ان شاء الله. جيتها من تالي يعني. طبعا هي مرات غلطه. شنو هي غلطه ترى؟ احنا مو انبياء ولا معصومين. من صلاه من صوم من زيارات. نعم. بس ما اعرف يعني شو الحظ اللي وقعنا باصدقاء بهذا. نعم. الطريق يعني ما اعرف. نعم. بس الحمد لله والشكر طبيت. الحمد لله والشكر من طلعت من عده ان شاء الله. الحمد لله انا اعتبرك خلصت انت طلعت. لا الحمد لله والشكر. شفنا كرار من البصره من الحيانيه. كرار واعي كرار مثقف متكلم واللي عنده هاي الصفات طريقة تعاطي مع المشكلة تكون بطريقة مستوى عالي وبالتالي يكون الوصول للحل وللعلاج كل سهل على خلاف الإنسان الجاهل تمر الأشياء عليه مرور الكرام. اليوم الشخص اللي ما يوقف عند أشياء مهمة ونقاط مهمة بحياته هذا تلقاه مو إنسان على حد تعبير كرار. خلينا نكمل وياه. فاخوك اجى فتح الموضوع وياك. اي اجى فتح الموضوع قال اخذك البغداد شو تقول؟ قلت له ايه. قلت له ايه بكيفك توكل بالله. الله شو عجب اكو ناس يعني انا التقيت بيهم كانوا يعني مو بسهوله يجي يتخوف يخاف يقول لك خاف مكافحه ياخذوني خاف كذا. هم اجتك ايش مخاوف؟ وانا قارن المساله القانونيه اللي ماكو يعني اي شخص يتعالج ما عليه اي مساله قانونيه. نعم ما من معقول يعني اجي لهنا انا جاي اتعالج ياخذوني من المكافحه. نعم يعني ما اقول هاي المساله ما اعتقد موجوده. مو هذه تعرف شنو انت عشت التجربه وخضتها. نعم نعم. اكو منطقه وهم عنده تصير المدمن منطقه. إيه هلاوس تصير عنده فعلا هوايه فعلا فعلا. فمو بسهوله يقتنع. اي خاف يعني مو بسهوله يقتنع انه يابا ترى ماكو شيء. خاف دعوه خاف هاي مثلا خاف دعوه كذا مثلا مرات واحد يدخل لي يقول لي انا يعني اكيد. نعم. يعني اقول له بضمانت. نعم. انا ما اعرفه. نعم. بس اقول له بضمانتي. تعرف اليوم من تقول بضمانتي اليوم اكو مساءلات يعني وراء ترتب على هاي الكلمه حتى امور عشائريه. نعم. بس اذا صار شيء يقول لك انت قلت له بضمانتي. نعم فعلا. بس انا لانه متاكد انه ماكو شيء.
لا هو فعلا ماكو شيء يعني. بس هو احيانا المريض يعتقد اكو شيء. انت شو تقول ذي الساعه؟ ما معقول يعني بشر يريد يصير انسان كامل يجوني طبعا يعني. شوف انا باوع انا ذي الساعه قلت لي حكايه حلوه انت تقول باثناء التعاطي انه انا انعزل عن الناس لانه يلومون وكذا، بس انا اقعد ويا جماعتي اللي يعني نتعاطى معهم. انعزل من الانسانيه تنزل. اي عزلك، المهم تقعد ويا ذولا، ويا ذولا ماكو تخوف. فمرات من المدمن من يسمع عصام شيء يحكي قد يكون ما يطمئن 100%، بس من يسمع كرار يحكي لا هذا يطمئن، لان هذا يعني نفس وضعه يعني رجال اجى وتعالج وضعه طبيعي جدا. هو خلي يشوف مو مثلا بس كرار، الف واحد قبل كرار طبعا واي اشخاص قبل يعني صح اللي يشوفهم موجودين يعني صح. ما سمعنا واحد اخذوه يعني لا يعني عدنا علاوي من اهل البصره ويد اللي بيحكي اي صديقي هذا يعني عباوه يعني التقينا به بالبصره اي شفته موجود يعني اي يعني هذا انا شفته بعيني يعني وقبله هواي يعني اشخاص. شخص قبل كم يوم سوى لقاء ذاك هو موجود فوق نعم بعد كم يوم خروجه يعني. ماكو شيء تخوف يعني نعم انت الحق الوضعيه ويعني واطلع من هذا المزاق هذا اللي داخل زين احكي لي كرار على الجانب. انت بس ساعه طلعت من البصره اليوم اللي اجيته طلعنا بالليل بس ساعه ما يقارب 12:30 طلعنا 12:30 بالليل اي نعم. انا اريد تحكي لي على الجانب النفسي هسه انت بشنو كنت تفكر بالطريق من اللي جيت 12:30 وصلت هنا الصبح مو وصلنا هنا للامام الكاظم سلام الله سلام الله رحت زرت الكاظم زرنا الامام الكاظم وصلينا بالامام الكاظم فكرت بالطريق احكي لي والله فكرت بس الله يعطيني القوه والصبر يعني اللي اضل بيها بالمستشفى وفي هذا المستشفى تليق بوعد قلت على مدى اطلع من هاي الشده اللي بيها انا حلو وصلت هنا نعمه من الله اول مره رحت زرت الامام الكاظم زرنا الامام الكاظم صلينا اخوي وصيني زور زين ادعي هاي زين يعني بعد دخلت عند موسى بن جعفر القاضي الحوض سلام الله على موسى بن جعفر دعيت بس الصحه والعافيه والله نطلعنا من هاي الشده اللي بيها احنا وجيت لهنا وجيت لهنا انا نعم وصان اخوي دخل جوا خابرته ويوم السبت قال انا راح اجيك قلت له لا وين جاي طريق بعيد من البصره اي يعني قال فلوس هاي قلت له عندي خير من الله قال خلنا اجطيك فلوس عليك العباس والدتي تحلفني مشتاقي لك ماشيني قلت لها لا بصحه وعافيه ونعمه من الله خابرتهم يعني اي خابرتهم قال اجي المره رجالك اي خابرت زوجتي وخابر رجالي تحياتنا لهم من خلال قناتكم ان شاء الله الله يخليك يا ربي يحفظك الله يخليك يا ربي يحفظك ويخليك ان شاء الله. فمن دخلت هنا اشتغلوا وياك فقط علاج دوائي لو اكو كان علاج نفسي اكو جلسات يعني جلسات مع الباحث الاستاذ علي الخالد جلسات بحث اجتماعي اي بحث اجتماعي جماعيه تقعدون؟ لا مرات اكو جماعيه واكو وحده انفراديه اها استاذ علي خالد طيب علي خالد بيش فادتك هاي الجلسات كرار؟ والله يعني انا اشوف اتحدث وياك لان انا قلت لك يعني راح اعيد لك اياها مره ثانيه اشعر انه انت واعي نعم واعي جدا مرتب معدل ربي يحفظك فقصدي الواعي يتعاطى ويا الاشياء ويا الاشخاص يختلف عن الانسان اللي مو كلش واعي الانسان اللي جاهل اللي كذا يمكن حكايه يعني من مجموع نص ساعه تمر عليه ياخذ حكايه لو ما ياخذ نعم الانسان الواعي لا اكيد نعم قصدي شنو اللي استفاديته من الباحث يعني استاذ هذا استاذ علي الخالد يعني ربي يحفظه ان شاء الله من ارقى الناس من بعد شخصك يا طيب الله يخليك يعني فد انسان واعي كلش يسولف وياك ويا موضوع كانه ما قاعد وياك يعني واحد من اهلك حلو متجرد عن الشخصيه اللي بها هو يعني نازل يعني يسولف حلو. طبيعي على السوالف يعني على البيتنا مثلا على الاماكن او شوي ياخذك الى طريق التعاطي اي انه يحكي لك على السلبيات يعني بس كلا. يعني بها مهمات كلش طيبه حلو اي يعني جدولكم هنا شنو من الصبح لليل شو تسوون مثلا نجي الصبح نقعد من النوم ناخذ دوش نعم نوب ننزل وجبه ريوق نعم نرجع نصعد نظل بس ساعة تقعدون للريوق؟ نقعد تقريبا من 6:30 إلى 7 الصبح. ها؟ اي 7 تاخذ دوش وبعدين تنزل الريوق؟ اي ننزل الريوق. زين. ننزل هنا نتريق ونكمل ونصعد. منه بننزل الظهر اما نلعب طوبة. نعم. نطلع للساحة. نعم. نرجع النوب نتغدى. نعم. نكمل ونصعد. ويجيكم العلاج ورا الوجبات؟ يجينا العلاج يجي الصبح ويجي بالليل. ها. النوب قبل العشاء ننزل قاعة. قاعة جيم. جيم. اي قاعة يعني ممتازة كلش ممتازة حلوة يعني كلش نصعد ننزل بالقاعة نعم. نتمرن ونكمل نعم لا بها العاب مثلا نلعب نتونس ضحك وسالفة نعم
نوم ننزل حتى اغاني شغلكم يعني اي ما اغاني شفنا حركه دقرقص شفتهم الرسول طبيت عليهم نوم نكمل ننزل على العشاء نعم نوم نصعد فوق تقريبا نصير بالعشرة ب11 بيجي تجي وجبه رابعه وجبه رابعه اي وجبه رابعه حلو بيها فواكه هواي لي فوق صار اي يصعد لي فوق ديش الوجبه الرابعه ناخذها ويجي العلاج ناخذ العلاج وتنام وننام الحمد لله والشكر نعم التلفزيون عندكم بالغرفه التلفزيون موجوده كل قاعه بيها ايه كل غرفه بيها 3 أشخاص وكل غرفه بيها نفرين حلو كل غرفه بيها بلازما حلو يعني بعض الغرف بيها نفرين وبعضها بيها 3 اي اكو بيهن بعض مننا بيهن نفرين نفرين اكو بيها 3 زين ايه. هاي همينه التعامل ويا واحد ويا اثنين او ويا اكو شخص ما يحب مثلا بس يعني هذا يعني. افضل من التعامل ويا مجموعه هوايه مثلا مجموعه وغرفه ايه كبيره مجموعه عندنا بالبصره هناك مجموعه انا شايف بالبصره هناك. شايفهم اي اي يعني القاعه بيها 11 ما سيطر على كل عقول 11 نفر واحد يسولف نعم. فيهم يعني والمزاج يختلف اي الاراء ما تقدر تسيطر على الاراء مال 11 شخص صح. ما تقدر إيه. بس من نفرين ثلاثة تقدر ممكن يعني طبعا يعني إيه لا غرفة بيها 2 بس انت واحد تقدر تقنعك سر الرأي واحد صح اي تقدر صح. تحدث وياه ما فكرت تروح انت بالبصرة بالفيحاء ابد لا لو رحت وما لا 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 ما رحت لا لا انا احسن لا لا الله زين هنا تأثيراتك على زملائك وياك بالغرفة من يا باب يعني اثرت عليهم انه يعني قصدي زيدت همتهم شجعتهم على التعافي اي والله مواضيعنا كلها حلوه سوالف يعني ضحك وضحك يعني شباب كلهم يعني مو انت تعرف شنو مرات انت تيجي تلقى قدامك مثلا واحد او اثنين اي اكو مرات انت بالغرفه ويجي واحد اي مو هنا الشباب اللي موجودين من تجي ما يكسر راسك يعني طب يسولف لك اي واللي ذاك الطريق واللي نعم اي ويعيش المعاناه يشوف روحه يعني هسه مرات بعض الاحيان واحد يقول شوف قبل كانوا يتصلون بينا على الاكل هسه الثاني الاكل مثلا وجبه الغداء والعشاء بعيده كلش بعيده قبل الفتره اقول لك يعني بس طير الجنه ما حاطي لك اياه ما تاكل بالبيت هنا انا تنتظر 3 وجبات تاكل وتاكل وجبه رابعه تحس روحك اسد سبحان الله اي والله سبحان الله الحمد لله والشكر لله شنو المشاكل اللي حصلت لك برا خارج البيت مو بالبيت مشاكل انا من اصعب المشاكل هي العزله يعني عن عائلتي وعن عمامي عن عمامي اي نعم تعرف بصرة عشاريا وها يعني نعم اي يعني لا يعني مو كنت 14 ساعة زاجتي فاتحة الى عرس نعم قمت ما اطلع لا ماكل ماكو حتى من تصير فاتحة كلام ابد ابد ما ما تروح اي يعني يعاتبوك لو لا يدزون يشيلون علي 24 ساعة نعم حتى يجون ما اطلع يدزون علي يردوني يعني كل الاحوال يعني يعني انا لو شتمنى يوفروا لي اياه نعم بس انا ما اطلع لهم ما تطلع يعني نفسيا انه إيه انت ما تسمع احس خلل بي انا احس خلل بي وما نعم. بعدنا على هذا الخلل المستمر نعم ما اقدر اطلع حننا اصير بمرحله الكذب نعم يعني ما حبيت يعني اصير بمرحله الكذب يعني كل شيء ولا كذب الكذب يبعدك عن الهواية اشياء صح اي والله يعني يعني هو الكذب مرض يعني مثل حاله حاله في اليوم جاء واحد للرسول قال انا بدي اتوب أيه؟ قال لك ايش يسوي بس لا تشدد قال له شلون يعني قال لك ايش يسوي لا تشدد هو راح هو حرامي طلع بالليل يريد ابوك لاقى واحد قال له توين رايح قال شو قال له انا قال له راح ابوك الرسول راح يقول لي كذب انا راح اكذب قال له راح اصلي أيه؟ قال له الله يتقبل وخلوه ومشي هناك وراح الولد هذا وفكر قال انا شنو اكذب له انا راح اصلي راح للصلاه يعني هذا الطريق يبعد عنك شيء كذب ما احب اوصل مرحله الكذب الله يبعدك عنك ربي يحفظك ان شاء الله يعزك الكريستال هو مثل الكذب تقريبا تماما اي يعني. اي فشي قذر اجل السامع اي فعلا اي والله اي هذه الافه اللي دخلت مجتمعنا غريبه جدا يعني احنا احنا قوه مجتمعنا وقوه دولتنا وقوه العراق بالشباب نعم نعم اي بالشباب نعم يعني هذا قرار انا اريد قرار يكون صح على قولتك اسد نعم ياكل ويشرب وينام واجتماعي ويسولف دافع عن عائلتك دافع عن رزقك دافع عن عائلتك على قولتك رزقك نعم. عن احلامك طموحك اهدافك نعم. تحاول تقدم شيء بعد لاسرتك اكثر يتكون تتقدم هذا ياخرك 3 سنين قرار تاخر اي يعني ما 3 سنين قرار ما فكر انه مثلا يجمع فلوس يسوي شغله يسوي سنوات انا فلش ما ابني تفلش اي نعم اي
تفلش ما تبني. شنو ببالك يعني حتى نختم حلقتنا؟ نعم استاذ. شنو ببالك تبني؟ والله بس رضا والدك تبني من تطلع. شنو ببالك؟ رضا والدك ترايد وابني ان شاء الله. هي رضا والدك ترايد بالبدايه. نعم. واخوي الكبير بعد الله وتحياتنا لمحقل قناتكم ان شاء الله. نعم. وان شاء الله اطلع كرار ان شاء الله. ان شاء الله كرار. نعم. كرار غير فرار. نعم كرار وليس فرار. بالضبط. نعم. احنا ما نريدك فرار، نريدك كرار دحين. لا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. ربي يحفظك استاذ العزيز. ربي يحفظك. احنا عندنا بنهايه الحلقه دائما نقدم مكافاه ماليه بسيطه ودرع. الدرع بجانب معنوي اللي تحدثت عنه انت. بجانب مو بس معنوي، جانب يحميك من هواي اشخاص. بالضبط. يعني باكر لا سامح الله تجي عليك في الشغله. بالضبط. اذا اكو شراف لا سامح الله. على الاقل عندي درع وعندي. فنقول يابا انا التقيت وهذا شبكه الاعلام العراقيه، قناه العراقيه العامه. بطل حكايتنا اليوم كرار. انتم ابطالها ان شاء الله. انت بطل يا حبيبي. ربي يحفظك ويعزك ان شاء الله. وبطل وبطل واعي. ربي يحفظك. ومرتب ويؤمن انه يعزك خلص يعزك. هذا الطريق انتهى. ربي يحفظك ان شاء الله. هذا هو يعني انا دائما اقول الدرع هو عباره عن عهد بينك وبين ناسك. انه ترى انا جبت الدرع معناها خاف باشر انا يصير عندي شيء ترى هاي قدامك. هو انا طلعت بسبب هذا الدرع يعني. حبيبي. اي والله حبيبي. يعني اكو ناس تخوف تطلع. حبيبي. اما باشكال هواي بس. نعم. انا ماخذ الدرع هذا لاشكال. اول شيء احط حد عفية. ما اصير مرحله كذي. بالضبط. ثاني شيء هذا الدرع يحمي ان شاء الله. مو ملا الدرع يحمي ان شاء الله. الرصاص هذا الدرع يحمي كل التوفيق حبيبي. ربي يحفظك استاذنا العزيز. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. كرار اختار يجي مركز القناه بغداد ويتعالج. ولما سالته شنو الليله اللي فكرت بيها واجيت بالطريق من البصره لبغداد، قال كنت افكر بس انه ارجع لصحتي واحاول ارضي اهلي والدتي واخوي وزوجتي واطفالي وابدي بدايه جديده. واول ما راح زار الامام الكاظم وبعدين رجع هنا تعالج. الان يقول صحتي تمام، العافيه اكو بوجهي. من اجيت انا عباره عن هيكل او مومياء شاحب. هسه لا، هسه الامور اختلفت، العلاج الاشياء، حياته تقريبا بدت تستقيم وتكون بالطريق الصحيح. نتمنى من كل شبابنا ان يخطون هاي الخطوه. في أمان الله.